وهذا سائل يقول: في قريتنا أقيم بناء على أحد القبور وصرفت عليه أموال طائلة، وأضيفت إليه مدرسة لتحفيظ القرآن وسميت باسم صاحب القبر، فهل يجوز لنا الدراسة في تلك المدرسة؟ هذا البناء حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم وصالحيهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور، لأن البناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك، فلا يجوز البناء على القبور لأنه وسيلة من وسائل الشرك. ولا يجوز جعل مدرسة عندها، لأن هذه المدرسة التي عند القبر وسيلة من وسائل الشرك، في أن الطلاب والمدرسون تتعلق قلوبهم بهذا القبر ويعتقدون فيه البركة، ثم يدعونه من دون الله ويستغيثون به، وهذا شرك أكبر. فلا تدرسوا في هذه المدرسة، ابتعدوا عنها وعن هذا المسجد، لا تصلوا فيه وابتعدوا عنه، لأنه من سخط الله وغضب الله ولعنة الله لمن فعله. نعم.